متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة ومحبة في تواصل أشواط صباح هذا اليوم، اليوم الرابع على التوالي ضمن فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي حفظ الله ورعاه. في انطلاقة صباح هذا اليوم، يوم الإذاع، يوم الإبداع والإمتاع عبر شاشة دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر من أرضية هذا الميدان. شكرا لزملائي المتواصلين في الأشواط الماضية. الشوط الثالث الذي انطلق ليحمل لنا الإذاع، ليحمل لنا الجعدان، نحمل الإبداع الجعدان لإذاع المحليات الأصايل التي تتنافس على شرف الفوز والناموس طيلة مسافة 6 كيلومترات للتنافس والأثارة على مياس اللي يقود المسار. مياس مبارك بن خليفة بالضبيب الشامسي، حد شبابنا القادم من العين، المقدم مياس ابو خليفة ويقود مسار الشوط بجدارة وبأداء جميل. المركز الثاني ودهوال، ودهوال الدكتور سعيد بن سالم الشيخ يقدم ودهوال على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث ثالث المراكز يتواجد في مخوف على المركز الثالث، علي بن محمد بن حريك المنهالي ياتي على المركز الثالث. اما المركز الرابع فبنلقى في رابع المراكز مشاهدينا الاعزاء يتقدم في هذه اللحظات، ياتينا هذا النصر فاضل بن راشد بن سالم الشامسي على المركز الرابع. المركز الخامس يتقدم فيه شكلان سند بن محسن بن بخيت بن حفيظ المزروعي. المركز السادس بعد المزروعي هذا ثابت سعيد بن عمير بن مبارك بن عمير الكتبي على سادس المراكز. المركز السابع اشوف سابع المراكز تدخل فيه مياس سالم بن حميد بن غدير الشامسي. والمركز التاسع في هذه اللحظة، تاسع المراكز، الواري يتقدم محمد بن مطر بن عبد الله المسافري. والمركز أو المركز التاسع هذا اللي المركز التاسع يتدخل في هذه اللحظات، هذا المركز التاسع تدخل في هذه اللحظة وياتي كفو مطر بن عبد الله بن مطر المسافري. وعاشر المراكز هذا مرعب يتقدم، وفاضل بن عبد الله بن سعيد الجحافي. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة من الجعدان الإذاع في شوطنا الثالث في انطلاقات هذا الصباح في هذا الاندفاع مع المحليات الأصايل. 6 كيلومترات شاشة دبي ريسنج ميدان المرموم تحفة الميادين، عودتنا بعد الندان الأول للعشر للتنافس وتبادل المراكز والأثار الحاضرة. مياس لا زال، ولكن سعيد بن سالم الشيخ يتقدم في هذه اللحظات. ودهوال الدكتور سعيد بن سالم الشيخ في هذا الانطلاق في هذا الاندفاع على مقدمة الشوط ياتي بهذه النوعية. حرص هذا الدكتور على المشاركة في الأصايل بالرغم ما وصل له من تعليم ووصل له من مكان جميل في الطب، ياتي بالأصايل والأصالة والتنافس والأثارة. شكرا للدكتور سعيد بن سالم الشيخ مع هذا الانطلاق وهذه المشاركة. المركز الثاني ثاني المراكز في هذه الانطلاقات مخوف عبد الله بن ظاهر بن حميد
الساعدي ياتي بهذا الاندفاع يتقدم مع هذه الانطلاقه. يا سلام، شوف الجعدان، شوف 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 الدخول في هذه اللحظه، ياتي في هذه اللحظه يتقدم بارك بن غانم المنصوري بن حتروش المنصوري في هذا الاندفاع. مياس سالم بن حميد بن غدير بن دعيفس الشامسي ياتي في المركز الثالث والمركز الرابع. كفو مطر بن عبد الله بن مطر المسافري يتقدم في رابع المراكز، والمركز الخامس سعيد ولد هوال سعيد الدكتور سعيد بن سالم الشيخ، ويتقدم هنا حشيم علي بن محمد بن حريك المنهالي على المركز السادس. المركز السابع من وصل مزعج حمد بن محمد بن سيف المزروعي. هذه النتيجة للمراكز الأولى، للمراكز الأولى، ولكن نعود إلى التنافس، نعود إلى الأثار. ولكن اللي انفرد، اللي انفرد بالمقدمة وانطلق، انطلق بالمقدمة الشاقي الشقي الشقي ياتي في المركز الأول في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع في هذا الانطلاق. يتقدم في هذه الانطلاق مبارك بن غانم المنصوري المنصوري المنصوري. هناك نعود مع المراكز الأولى، مياس مبارك بن خليفة بالضبيب يتقدم على المركز الثاني، على المركز الثاني. المركز الثالث مزعج في المركز الثالث حمد بن محمد بن سيف المزروعي ياتي بهذا الاندفاع. وشوف التدخل في هذه اللحظات، مزعج ولا المختبر حمدان بن محمد راعي الشيجي العامري في هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع وهذا الانطلاق. يا سلام يا سلام، هناك تدخل في هذه اللحظة الفاتن سيف بن محمد بن سيف المزروعي. نعود إلى المركز الأول، الشقي انفرد، انفرد بالمركز الأول، باعد بين وبين الجعدان، راح بالمقدمة بالرغم أن عصلا لمغروس هبطانه بدون أوامر الشقي. الشقي على المركز الأول يسيطر ويقود الجعدان بجدار. مبارك بن غانم بن حتر المنصوري ياتي بالمقدمة وبالمركز الأول، يلي في المركز الثاني مزعج، مزعج حمد بن محمد بن سيف المزروعي. ولكن الدخول في هذه اللحظة دولار دولار دولار، سعيد بن مطر المنصوري المنصوري ياتي في المركز الثالث المركز الرابع. هذا وصل الشجاع سالم بن هاشل بن عبد الله الشامسي الشامسي، ولكن خلاص الأمتار الأخيرة، جولة الأوامر لمن هذا الشوط. يتقدم في هذه اللحظة مزعج من الجانب الآخر، مزعج من الجانب الآخر يتقدم بالناموس حمد بن محمد بن سيف المزروعي 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 المزروعي. تهانينا في هذا الانطلاق على الفوز للمزروعي وانطلاقاته، بينما المركز الثاني من وصل فيه المركز الثاني لسالم بن هاشل بن عبد الله الشامسي، المركز الثالث الشقي لمبارك بن غانم المنصوري، والمركز الرابع الرابع رقم سبعة كفو مطر بن عبد الله بن مطر المسافري، والمركز الخامس هذا من وصل الفاتن سيف بن محمد بن سيف المزروعي. نعود مشاهدينا العزيز، نعود إلى المركز الأول اللي قدم هذا الأداء الجميل. مزعج قطع المسافة 6 كيلومترات في 9 دقائق وثلاث ثواني بالوفاء والتمام. مزعج لحمد بن محمد بن سيف بن محوش المزروعي، تهانينا له وسلاماتنا له على وأهل الظفرة الذين حظوا بالسلام والناموس في هذا الصباح. بينما المركز الثاني 9 دقائق 3 ثواني 6 أجزاء من الثانية، هذا الشجاع سالم بن هاشل بن عبد الله الشامسي حل في المركز الثاني، والمركز الثالث 9 دقائق 3 ثواني 8 أجزاء
من الثانية. هذا هو الشقي مبارك بن غانم بن حتروش المنصوري، هكذا تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم.